طيب نطلع سريعا تقرير عن الاتحاد السكندري في وجود كابتن محمد عمر ونشوف ظروف الاتحاد السكندري ووضعه في الدوري الممتاز، نتائجه السنة دي هيعمل ايه السنة الجاية، ونرجع لكم تاني. اللعيبه كانوا بدايه السيزون كانوا كويسين، وكان بدا يشتغلوا شغل كويس، جم في الاخر خمس ست مطوشه كانوا بيفنشوا وحش جدا، ودي كانت معاناه تقريبا من اول الدوري. يعني اغلبيه المطوشه كنا في اخر ربع ساعه كان بيتم التعادل او الدنيا كانت بتبوظ منهم جامد. يعني الاستاذ محمد مصلحي الراجل ده يعني ايقونه ورمز حقيقه، يعني الراجل ده لم يبخل لا على النادي ولا على الأدم ولا على السلة ولا على المنشآت ولا على الجمهور بأي حاجة، راجل معطاء. لازم تدعيم النادي بلعيبة على مستوى أعلى من كده شوية، على مستوى يعني خالد عمر موجود وفي مجموعة لعيبة جايين معارض، يا ريت يبقوا موجودين في نادي الاتحاد بسبب أساسية، ويبقى في تدعيمات على مستوى أعلى من كده، وربنا يوفق لان هو ده النادي اللي احنا بنامل انه يكون في مركز احسن من كده. يا ريت الفتره اللي جايه ما يبقاش معتمدين على الاعارات، يا ريت تبقى الفرقه من ولاد النادي اكتر، لان الاعارات ديت بتخسرنا اللعيب بعد ما بيبقى نجم عندنا سنه وثانيه بيمشي وبيبقى بره الفرقه وبنخسر اللعيب دوت، فيا ريت نركز على فرقه تكون من ولاد النادي. النهارده الاتحاد بقى فيه كل الخير، بس في حاجه بقى المفروض احنا نعيد حساباتنا عشان ما نقعش في المشكله دي تاني. يعني احنا البطوله العربيه كان شكلنا جميل جدا، كنا ولعبنا يعني اخرجنا فرقه تقيله، الزمالك يعني عاملين نتائج، في البطوله العربيه نتائج، والتصفيات يا صلاح يعني حتى التصفيات عاملين نتائج جامده جدا. حتى النجاح بتاع محمد عمر خلوه فشل وخلوا محمد عمر مشى عشان يجيبوا يمشوا لعيبه ويسمسروا منها ويجيبوا لعيبة ويسمسروا منها. أنا الكلام ده ما بقولوش على رئيس النادي ولا مجلس الإدارة، اللي حوالينهم دول من أول غرفة الملابس لغاية باب مجلس الإدارة المفروض كل ده يمشي. عملنا موسم كويس جدا، أول شيء احنا كاسبين ترجي، كاسبين أهلي، كاسبين إسماعيلي، بطولة عربية باسكت، بطولة عربية قدم، حصل لنا باد لك في الفترة الأخيرة. أي نعم في مجلس الإدارة عنده أخطاء والاخطاء دي لازم تتدارك، لكن احنا قلبا وقالبا مع مجلس الاداره، مجلس الاداره اتحاداوي، اول مره في مجلس اداره نادي الاتحاد يكون عندنا مجلس اداره اتحاداوي. مجلس اداره بامانه بيشتغل تحت ضغط، من الجماهير وناس، والجماهير اصلا يعني للاسف مش حابه بعضها، احنا كان زمان جمهور الاتحاد جمهور واحد ايد واحده، كنا كلنا بنقف ورا الفرقه في الحلو والوحش، كنا بنجيب نتائج كويسه. احنا دلوقتي للاسف احنا مش عارفين فين جماهير الاتحاد، هل دول عايزين مصلحه النادي ولا دول عايزين مصلحه النادي؟ الحلول لازم يكون في لجنه الكوره، صح؟ لجنه الكوره بقى ايه، عندهم ضمير، وعندهم احساس، معلش يعني، وعندهم قلب. ده نادي الاتحاد، ايه بيتكم، نادي الاتحاد بيتكم يا جماعه. انا بقول للعيبه القديمه لاي حد في نادي الاتحاد، انا بقول لهم الجمهور بيموت، فلابد من اول الموسم الجديد يتم التعاقد على المطلوب للنادي بالك، ومدرب من اول السنه نعرف ان احنا ماشيين فين وجايين منين. الاداره بتعمل اللي عليها، انما برضو في تفاوتات حصلت في اللعيبه، الاخ محمد عمر جاب لعيبه، ووليد وحلم طولان جابوا لعيبه، يعني النادي مش عاوزينه بضحيه بقى. لازم تكون في لجنه كوره تعرف تختار اللعيبه صح، ما يتسابش كل حاجه للمدير الفني، المدير الفني بيجي ما يتوفقش ياخد بعضه ويمشي، النادي هو اللي بيحاسب في الاخر. استاذ محمد ما بيبخلش على حد في حاجه، بس المشكله ان هو ما حته الحساب استاذ محمد زي ما يكون بيتحرج منه. الحلول برضو اللعيبه، على قد المستوى، لازم تلبس فنيله الاتحاد دي، هتعتز بيها، دي اجيال، لازم الواحد يكون حريص عليها. لازم نادي الاتحاد يكون متواجد على طول، وده مش موقفه، اللي هو في قاعه الدوري، لا لازم اتصارع على المقدمه. في لعيبه مشيت ما ينفعش تمشي، يعني في لعيبه كانت زي احمد مجدي مثلا وبناهيني طلعوا اتباعوا اعراض، كنا احنا محتاجينهم في الدور الثاني. الفريق الاول كان قامه كويس في الدور الاول، بس اختلف في الدور الثاني، كلها راجعه لاخطاء فنيه وليس اخطاء اداريه. اللي حصل السنه دي لنادي الاتحاد بصراحه يعني انا مش عارف اقول ايه، ان الفرقه كلها كانت مستوى واحد والنقط قريبه من بعض، واحنا بعد اللعيبه جت موجوده معانا والصفقات اللي جت الشتويه، فما جت وما كانتش موفقه،
واحنا يعني انا بطلب من نادي الاتحاد ان الموسم الجاي يكون التدعيم يعني بلعيبه تليق باسم نادي الاتحاد ويعرفوا تاريخ نادي الاتحاد. تشكيل الاتحاد حلو ومعقول يعني، انما مفيش دكه مفيش بدلاء، البدلاء مش على قوه الفريق الاساسي، لما بيغيب لاعب لانذارات او اصابه بيتاثر الفريق وخصوصا المدافعين. يعني النادي الاتحاد اكتر فريق دخل فيه اهداف في الدوري السنه دي، المفروض يعني السنه الجايه يكون في تدعيمات كويسه وبلاش من الاعارات، لان معظم الاعارات بتبقى لعيبه صغار السن ما عندهمش خبره. ده اللي بنطلبه يعني من مجلس الاداره، انه يكون في تدعيم كويس وجهاز فني يعني محترم. عندنا لعيبه عندنا لعيبه، عندنا جهاز، عندنا جهاز، عندنا اداره نادي متمثله في رئيس النادي موفر كل حاجه، معسكرات، ملابس، مكافئات، عقود خياليه بتحصل لاول مره. ولكن هقول ايه، مثلا في سوء توفيق لعيبه ومدربين، برضو مدربين ما كانتش على مستوى المسؤوليه. نادي الاتحاد اكبر من كده بكتير، واحنا انا بتمنى مدرب اجنبي. الجمهور قال شيلوا محمد عمر، نجيبوا بقى الخلاصه بقى. طب ما تضحك، انا عايز محمد عمر. شلنا محمد عمر، طب الجمهور يجيب جهاز؟ الجمهور يجيب جهاز؟ طب قال شيلوا محمد، شلنا محمد عمر. محمد عمر السنه اللي فاتت عمل نتائج كويسه قوي، يقدم موسم رائع الدوري والجمهور ما صبرش عليه، عنده مباراه ترجي وقدم اداء جيد جدا، على اكتافنا وشايلينه على اكتافنا بقى، دخل الدوري اللي فات وبتاع وشلناه. الجمهور عايز كده.